يلا اهلا بكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير. انا معاكم من اسكندريه ومعانا شاب جامعي سيد متولي بيمارس رياضه البركود يوميا على كورنيش الاسكندريه. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ. عرفنا بنفسك. انا اسمي سيد متولي محمد من اسكندريه. بدات البركور يعني من 2014 بالظبط، بس انا اللي يعني اللي اهلنا لرياضه الباركور دي ان انا وانا صغير وانا عندي 9 سنين كنت مثلا بمشي على ايدي، بعمل قبه، بعمل حاجات عاديه، فهي اللي فرقت معايا لما جيت بدات بقى ايه باركور جد. وبدات اتمرن عندنا في مكان كده رمله، المكان ده كنت بروحه يوميا، كنت بلعب عليه كتير انا واثنين صحابي، وواحده واحده بدات اتطور وبدات اروح نوادي وبدات اتعرف على ناس، والحمد لله تعرفته يعني وجبت مستوى كويس الحمد لله. نا شايفينك على كورنيش بتمارس اللعبة يوميا. انا بحب رياضة الباركور قوي، هي يعني رياضة كده فري ستايل حلو وشكلها جميل، وانا يعني بحب الرياضة اللي فيها حركة كتير. اشتركت فيها بمسابقات ولا لسه ما قارنتش؟ بيكون في باتلات بيني وبين يعني اصحابي، بنعمل مسابقات كده مع بعض، بس ان شاء الله في شهر 6 الجاي هتكون في بطوله، وبطوله في شهر 12. البطوله بتاعت شهر 6 دي هتكون تاهيل للبطوله بتاعت شهر 12 اللي هي بتاعت الجمهوريه ان شاء الله، اللي هم يعني هيصفصفوا منها على عدد معين اللي هيخش بطوله شهر 12 ان شاء الله، وربنا ييسر لنا الخير يا رب ونعدي فيها باذن الله. هتشترك فيها ان شاء الله؟ ان شاء الله ناوي اخش وربنا يوفقنا يا رب. انا بنشوفك بتمشي على دراعاتك الاثنين وبتقفز من حواجز عاليه وبتقفز تقريبا في الدقيقه اعداد كبيره من القفزات. بالظبط، ويعني اهم حاجه في الحاجات دي كلها التسخين. يعني انا بنصح اي حد بادئ تمرين انه يسخن كويس، يعني يلعب على مراتب، يلعب على رمله، يكون واقف يعني حد جنبه يكون عنده خبره، لان لو في حد واقف يلعب على رمله يكون واقف يعني حد جنبه يكون عنده خبره، لان لو في حد واقف جنبه ما عندوش خبره هيتصاب، ولو اتصاب هيريح ومش هيلعب تاني. فانا بنصح اي حد عايز يتمرن يسخن كويس، يلعب على رمله، يكون حد جنبه عنده خبره بحيث ما يحصلش اي حاجه وهو بيلعب ويحبط من التمرين وما يتمرنش تاني. في اعداد في تزايد الايام دي بنشوف اللعبة يعني في اسكندرية انتشرت. هي انتشرت جامد ما شاء الله، وبالذات في القاهرة انتشرت، وان شاء الله في البطولة بتاع شهر 6 هيبقى فيها عدد مهول، وربنا يوفقنا يا رب. بالتوفيق ان شاء الله. قول لنا بقى بتتمرن كم يعني كم ساعة في اليوم؟ انا يعني بتمرن في الاسبوع ممكن 3 مرات. ال3 مرات دي ممكن العب في التمرين 5 ساعات. 5 ساعات يومية؟ 5 ساعات يوميا. وممكن ازيد كمان يعني انا واصحابي برضو بفضل ربنا اول حاجه طبعا، ثم اصحابي هم واقفين معايا يا رب، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، هم برضو معايا في اي حاجه، في اي تمرين بيكلموني، وبنروح نوادي مع بعض وبننزل مع بعض، فربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا يوفقك وكل التوفيق لي.